عيدكم سعيد وكل عام وأنتم بخير. نشرة أخبار الثامنة من قناة الموريتانية، نبدأها بأبرز العناوين. لدى إشرافه على انطلاق النسخة السابعة من مهرجان المدن القديمة، رئيس الجمهورية يعلن مدينة تيشيت العريقة عاصمة للثقافة الوطنية لهذا العام. رئيس الجمهورية يشرف على انطلاق المعارض والأنشطة المصاحبة لمهرجان المدن القديمة المنظم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. سكان تيشيت يخصصون استقبالا شعبيا كبيرا لرئيس الجمهورية تعبيرا عن تذمينهم لاهتمام السلطات العليا بنفض الغبار عن تاريخ البلد. مرحبا بكم. وجه رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز برقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وجدد رئيس الجمهورية حرص بلادنا الدائم على مواصلة العمل على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين. كما وجه رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز برقية تهنئة إلى السيد بوهانغ فوراتشيث رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وجدد رئيس الجمهورية حرص بلادنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين الصديقين. أعلن رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز صباح اليوم بمدينة تيشيت العريقة عاصمة أعلن من مدينة تيشيت أن هذه المدينة ستكون عاصمة للثقافة الوطنية لهذا العام. جاء ذلك لدى إشرافه في المدينة التاريخية على انطلاق فعاليات النسخة السابعة من مهرجان المدن القديمة المنظم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وفيما يلي خطاب رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سكان مدينة تيشيت التاريخية، ضيوفنا الكرام، أيها السادة والسيدات، يطيب لي أن أتوجه بخالص الشكر إلى سكان مدينة تيشيت التاريخية وإلى كل المواطنين الذين قدموا من مختلف مناطق الوطن على الاستقبال الحار الذي خصصه لنا اليوم. كما أرحب بضيوفنا الكرام الذين قطعوا المسافات الطويلة للمشاركة في فعاليات مهرجان المدن القديمة في نسخته السابعة. ولا يسعني في هذا المقام إلى أن أتقدم بخالص التهاني لكل الموريتانيين والموريتانيات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركات. أيها السادة والسيدات، لقد قررنا منذ 8 سنوات تنظيم مهرجان المدن القديمة كل سنة في إحدى مدننا التاريخية ليكون نشاطاً متميزاً ضمن الفعاليات المعبرة عن ابتهاجنا واحتفالنا بمولد خاتم النبيين والرحمة المهداة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المدن مثلت عبر التاريخ مناطق جذب للعلماء والطلاب ومراكز إشعاع للعلوم الإسلامية والمعارف الإنسانية التي حملها علماؤنا الأجلاء جنوب الصحراء وشمالها، وعرف ساكنتها على مر العصور بالتمسك بتعاليم ديننا الحنيف دين الوسطية والاعتدال. أيها السادة والسيدات، لقد أصبح مهرجان المدن القديمة معلمة ثقافية أصيلة ومشروعا اجتماعيا متميزا يحيي تراثنا العربي الإفريقي المجيد ويعزز لحمتنا الوطنية ويبرز الإسهام الثقافي الموريتاني في تنوعه وثرائه الفريد.
ويحفز السياحة وينشط التنمية المحلية، كما أنه فرصة لإعادة الاعتبار لمورثنا المادي والروحي من خلال إحياء الألعاب الثقافية والتقليدية واللقاءات الفكرية والمسابقات العلمية، وهو فرصة كذلك لإبراز عبقرية الإنسان الموريتاني وقدرته على التكيف مع محيطه واستثماره الأمثل لمقدراته، كما أنه مناسبة لترسيخ قيم التضامن والتكافل في إطار الوحدة الوطنية والأخوة الإسلامية. إن الواجب الوطني يفرض علينا الاهتمام بمدننا التاريخية وتنمية مواردها وتطوير بناها التحتية وفك العزلة عنها، فهي شاهد حي على حقبة ازدهار عرفتها بلادنا. ينبغي علينا جميعا أن نفخر بها، كما يجب علينا الحفاظ على هذه المدن والدفع بالتنمية فيها، وأن نجعل منها أقطاب جذب للباحثين والمهتمين بتاريخنا وعاداتنا. أيها السادة والسيدات، إن انطلاق مهرجان المدن القديمة من مدينة تشيت التي ظلت مصدر إشعاع حضاري ومنارة علمية سامقة والمعبرة في عمرانها وثقافتها عن أصالتنا، يجعل من هذه المدينة العريقة عاصمة للثقافة الوطنية لهذا العام ومصدر إلهام للعبقرية الموريتانية. وفي الختام أجدد الشكر لسكان مدينة تشيت التاريخية ولكل الذين سهروا على إنجاح هذه التظاهرة الهامة، معلنا على بركة الله انطلاق فعاليات مهرجان المدن القديمة في نسخته السابعة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقد أكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية في كلمته خلال حفل افتتاح مهرجان المدن القديمة المنظم هذه السنة تحت شعار مدننا مصانة من الاندثار، أكد أن مدننا التاريخية أصبحت في مأمن من الخطر الذي كان يتهددها بفضل جهود فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز. نتابع خطاب وزير الثقافة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد فخامة رئيس الجمهورية، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة السفراء، أصحاب الفضيلة العلماء والمثقفين، أيها الجمع الكريم، يشرفني أن أقف أمامكم في هذا اليوم الأغر، يوم عيد ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هادي العباد ومنقذهم من الجهالة ومسدد خطاهم، على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كما يسعدني أن أقف على صعيد تشيت، واسطة عقد المدن الموريتانية القديمة المصنفة تراثاً عالمياً، حيث كانت تأمها قوافل التجارة قادمة من الجنوب الشرقي تحمل خيرات إفريقيا السمراء، وتأمها القوافل من إفريقيا الشمالية في منطقة المغرب العربي محملة بالبضائع الثمينة في حركة نشطة على ظهور العيز، أيام كانت الإبل سفناً تمخر عباب الصحراء بدأب وصبر، وحيث تنادى أصحاب المعارف المختلفة من كل أنحاء المنطقة ناشرين علومهم ودعوتهم إلى الحق بالتي هي أحسن، مدرسين مؤلفين وهم يحملون الأخلاق النبيلة والفكر الوسطي وينشرون التسامح والإخاء حيثما حلوا وأينما حطوا الرحال. إن هذه المدينة هي أثرى المدن القديمة بنفائس المخطوطات بحكم توسطها طريق القوافل، وقد عرفت بعلمائها وأدبائها عبر العصور، وأكثر من ذلك بصناعاتها حيث كانت تدعى تشيت اللباس. فمن المهم أن نذكر هنا بأن صناعة الثياب كانت مزدهرة قديماً في هذه المدينة، إذ كانت تنسج فيها ثياب من القطن وأخرى فاخرة من ثمرة العشر ذات الملمس الحريري،
كما كانت تنسج فيها ثياب متقنة من وبر الإبل والصوف، هذا زيادة على الصناعات الجلدية وتجارة ملح مرسال التي لا تزال موجودة حتى أيامنا هذه. ولعل المصنفات التي تسخر بها مكتبات تشيت اليوم خير دليل على أن اهتمام علمائنا لم يكن مقصوراً على العلوم الشرعية واللغوية والإنسانية فقط، وإنما تجاوز ذلك إلى الاهتمام بعلم الفلك وعلم الأنواء وعلم الحساب والهندسة والطب والبيطرة وغيرها من العلوم النافعة في الحياة. وقد كانت هذه الكتب موجودة أثناء ازدهار المعارف العلمية في عصر ازدهار الحضارة العربية الإسلامية، قبل أن نصرف نظرنا عن هذه العلوم المهمة لأي نهضة حقيقية فيتلقفها غيرنا فيتقدم بها ونتأخر نحن بسبب إعراضنا عنها. السيد الرئيس، إن اهتمامكم بإشاعة هذه العلوم في مناهج التربية والتكوين المهني يجد تأسيسه فيما دأب عليه الجدود من اهتمام بالعلوم جميعاً بشكل متوازن، حتى ينال كل علم ما يستحقه من اهتمام وما يؤديه من وظائف في المجتمع، سعياً إلى النهوض بالأمة وترسيخ دعائم التنمية المكينة مع الاحتفاظ بالهوية المعرفية والحضارية لموريتانيا المستقبل، لتكون بلاد المليون شاعر ومليون مهندس ومليون طبيب ومليون مستثمر كذلك. موريتانيا الناهضة بفضل الله ثم بسداد نظركم وحكمتكم، لأن بناء عقول ملائمة للعصر هي أولى الخطوات الممهدة لما بعدها من عمل وبناء. السيد الرئيس، لقد أصبحت المدن القديمة بعد أن طوى مهرجانها سنته السابعة في مأمن من الخطر الذي كان يتهددها، سواء من ناحية البنيات التحتية أو المقومات التراثية أو المساهمة في التنمية البشرية، حيث عاد السكان إلى المدن التي هجروها واستعادوا ثقتهم في إمكانية العيش الكريم داخلها. وها هي موريتانيا تتنادى سنوياً لتزور وتقيم مدة أيام في عرس ثقافي حافل يعرض فيه كل فنان أو أديب أو صاحب صناعة تقليدية أو حرفة ما لديه، فيشهد الناس منافع لهم ويتبادلون المعلومات القيمة ويتقاسمون الاستماع لروائع التراث والفكر والأدب. فأنتم تحيون بهذا المهرجان سنناً عظيماً يمتد عبر القرون الماضية ويحيي الذاكرة الجمعية ويشد أواصر الوحدة الوطنية على أسس مكينة من التنوع الثقافي في أساليب التعبير والخصوصية المحلية، وذلك ضمن وحدة عميقة في الرؤى والمبادئ الكبرى لأمتنا. السيد الرئيس، إن للرموز الوطنية أهمية بالغة، فهي مقوم أساس من مقومات الاعتزاز والامتنان والعرفان بالجميل لمن ضحوا بحياتهم في سبيل الدفاع عن هذه الأرض. ونستذكر هنا معركة تشيشيت يناير 1913 التي خاضها مجاهدون بأسلحتهم ضد الاستعمار، كما خاضها العلماء بعلمهم وخاضها الأهالي بمد المقاومين ومؤازرتهم. فعلى هذه البطحاء سالت دماء شهداء وأسر الأمير المجاهد سيد أحمد اللحم العيد، وسطرت بطولات لا تنسى في تشكشة وفي تقانت وفي جميع أنحاء البلد، من ظهري النعمة إلى أفلة إلى أفطوط إلى منطقة النهر إلى آدرار إلى إنشيري إلى تيرس إلى منطقة الساحل. وبتوجيهات سديدة من فخامتكم واستحاء لهذه البطولات، جاء تجسيد حق المقاومين في التخليد من خلال العلم الموريتاني الجديد والنشيد الوطني، اللذين أصبحا يمثلان كل الأبعاد الوطنية والتاريخية، كما يقدمان الدليل الساطع على أن بلادنا كانت محمية من قبل كما هي محمية اليوم بفضل الله ثم بفضل جهودكم الجبارة في تحقيق الأمن والاستقرار. السيد الرئيس، إذا كان اهتمامكم مصطبة في السنوات الأخيرة على المشاريع الكبرى في مجال البنى التحتية من طرق وموانئ ومطارات ومدارس ومستشفيات وشبكات مياه وكهرباء وتأهيل للأحياء العشوائية، بالإضافة إلى جاهزية القوات المسلحة وإطلاق الحريات العامة، فإننا نؤكد هنا أن الثقافة أيضاً كانت حاضرة في عمق اهتمامكم.
فأنتم من خصص صندوقاً يقتطع من العائدات الجمركية لدعم الثقافة، وأنتم من أطلق النسخة الأولى من مهرجان المدن القديمة، وحرصتم دائماً على افتتاح جميع النسخ اللاحقة، مما كان له أكبر الأثر في تحريك الساحة الثقافية، حيث توالت الإنجازات والمشاريع الثقافية التي ينفذها ويرعاها قطاع الثقافة من فضاءات ومعارض ومهرجانات، بالإضافة إلى تنمية وصيانة التراث المادي واللامادي. وستزورون بهذه المناسبة أعمالاً وورشات ينفذها القطاع في مدينة تيشيت وأغريجيت في إطار البرنامج الوطني لصيانة وتنمية المدن والمواقع التراثية. وفي الأخير اسمحوا لي فخامة رئيس الجمهورية أن أرحب بإخواننا في الثقافة والجوار، أبوا إلا أن يشاركونا فرحة هذه المناسبة، فقدموا إلى تيشيت رغم وعورة الطريق وبعد النجعة، وهم يرددون قول الشاعر: إن يختلف ماء الغمام فماؤنا عذب تحدر من زلال واحد، أو يفترق وطن يؤلف بيننا أدب أقمناه مقام الوالد. كما أرحب بضيوفنا الكرام من العالم العربي والإسلامي ومن أوروبا وخصوصاً فرنسا ومن إفريقيا، وبشهود أبناء موريتانيا وفكر علمائها وإتقان عمالها يتحقق ما نصبوا إليه جميعاً تحت قيادتكم الرشيدة. عاش الشعب الموريتاني موحداً مزدهراً، عاشت بلادنا آملة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدوره استعرض عمدة بلدية تيشيت بذات المناسبة الإنجازات والمكاسب التي تحققت لهذه المدينة التاريخية بفضل احتضانها لمهرجان المدن القديمة. فخامة رئيس، السادة الوزراء والوفود المرافقة، أيها الحضور الكريم، تتشرف مدينة تيشيت باستقبالكم في ذكرى عزيزة على أنفسنا وكلها فرح وحبور بيوم مولد الخير البري المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تصادف هذا اليوم الأغر. كما أننا سعداء وأنتم تشاركوننا فرحة الدورة السابعة لمهرجان المدن القديمة الذي نخلده هذه السنة تحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز، تحت شعار مدننا مصانة من الاندثار، وهو شعار مستوحى من سياستكم الرشيدة فخامة الرئيس، حيث قررتم إقامة هذا المهرجان السنوي حفاظاً على مدننا التاريخية من الاندثار، وقد تحقق هذا الهدف بفضل الله وبفضل توجيهاتكم الرشيدة. ولا أدل على ذلك من أن مدينتنا مدينة تيشيت قبل هذا المهرجان لم تكن تتوفر على أبسط المقومات المدنية، وهي اليوم تتوفر على الكهرباء 24 في 24 بإشراف من الشركة الموريتانية للكهرباء، وكذا المياه بإشراف من الشركة الوطنية للمياه، وعلى الاتصالات عن طريق شبكات الخلوية الثلاثة. كما أصبحت مدينة تيشيت تتوفر على أكثر من 400 منزل بالمواصفات والمعايير المطلوبة، بعد أن كنا خلال النسخة الأولى من المهرجان في تيشيت نعجز عن توفير 80 منزلاً بنفس المواصفات لاستقبال الضيوف. فخامة الرئيس، أيها الحضور الكريم، منذ أزيد من 9 قرون أسس الشريف عبد المؤمن مدينة تيشيت التاريخية، فكانت حاضرة الصحراء وملتقى للقوافل، حيث أخذت مكانة عظيمة في وقت قياسي، واستمر ذلك الدور والعطاء لقرون قبل أن تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية، ورغم ذلك ظلت متشبثة بحقها في البقاء من خلال دورها العلمي والحضاري والثقافي. فخامة الرئيس، لولا اللفتة الكريمة التي حظيت بها مدينة تيشيت ونظيرتها التاريخية من خلال إقامة المهرجان المدن القديمة لوصل الأمر إلى ما هو مما يرثى إليه، حيث شكلت هذه اللفتة فضلاً عن جانبها الثقافي والتاريخي فرصة لإطلاق العديد من المشاريع التنموية، كانت موضع ترحيب وتذمين من السكان. نذكر منها على سبيل المثال للحصر الإنجازات التالية: بناء مستوصف من فئة باب مدينة تيشيت، توسعة شبكتي المياه والكهرباء لتغطية الحاجيات ساكنة المدينة بصفة دائمة، فتح دكاكين أمل على مستوى جميع التجمعات السكنية معتبرة، مع تأكيدنا على أن الإدارة صادقة من المفوضية الأمن القضائية بمواصلة برامجها بالتوزيعات المجانية والتموين الدكاكين بصفة متواصلة وانسيابية، تطبيقاً
لتوجيهاتكم، إلا أننا نطالب بتزويد تجمع النمادي القروي الهش بأحد تلك الدكاكين، كما نشيد بالبنى التحتية التي التحتية على مستوى المرافق العمومية والمباني الإدارية، حيث تم تشييد المكاتب والمنازل للسلطات الإدارية، بناء سوق من طرف البرنامج الوطني لدعم اللامركزية والتنمية وتشغيل الشباب بندل، بناء ملعب رياضي في المدينة من طرف البرنامج الوطني لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب بندل، دعم مشروع السخي اللي هو مشروع تنمية المستديمة للواحات من خلال الواحات نموذجية في تيشيت وأقريجيت وتدخل في الصناديق المحلية، وكذا دعم الروابط التشاركية، إنشاء محضرة نموذجية في تيشيت استهدافاً لطبقات الهشة ضمن استراتيجيتكم للتمييز الإيجابي من وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، كما أن التجمعات الأخرى استفادت من المشاريع التنموية، على سبيل المثال شبكة مياه وخزان بسعة 100 متر مكعب في مدينة أقريجيت منفذة من طرف وكالة النفاذ الشامل، بناء مستوصف بمواصفات جيدة في أقريجيت منفذ من طرف وكالة التضامن، توفير منصة خدمات مختلفة من طرف بنيت ووكالة النفاذ الشامل، كما أن الاتحاد الأوروبي بصدد تمويل مشروع تنموي بالغ الأهمية في منطقتي تشيت وولاتة الأمن والتنمية، وهو ما ينتظر أن يكون له أثر إيجابي في تثبيت السكان المحليين في مناطقهم، كما نثمن إدراج ولاية تقانت بمقاطعة تيشيت بصفة خاصة ضمن البرنامج الحكامة الجوية والتنمية الاقتصادية المحلية باغوردل الممول من طرف البرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا بنيد، بشراكة مع وزارة الداخلية واللامركزية. وننتهز هذه الفرصة لنسدي خالص تشكراتنا لكل الوزارات الخدمية التي لم تألو جهدا في سبيل تلبية حاجيات المحلية لساكنة البلدية. فخامة الرئيس، إن جميع الإنجازات الآنفة الذكر جعلت الساكنة متشبثة ببرنامجكم الإصلاحي والتنموي الواعد، خاصة في مجال اللامركزية والذي ستتم ترجمته من خلال مجالس جهوية ذات طابع تنموي. ومن أجل رفاهية المواطن على مستوى تيشيت وتعزيز المكتسبات، فإن الساكنة تتطلع من فخامتكم بإلحاح إلى فك العزلة، حيث تعتبر ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأهداف الأمنية على مستوى المنطقة. كما تطالب الساكنة من فخامتكم إنشاء المشاريع التالية: ترقية السياحة من خلال إنشاء محميات للحيوانات البرية الحبار والغزلان بين تيشيت وولاته، مشروع الشقيق المتمثل في توفير الخزانات المياه وأحواض لسقي المواشي في تيشيت، حيث تتوفر البلدية على بئر أنبوبي، فتح مدرسة للتعليم الأساسي في أدبايت ويجينة الواقع على بعد 70 كيلومتر بين تيشيت وولاته، فتح دكاكين ولا دكان لأمل في التجمع المادي الهش، مشروع محلرة نموذجية في تجمع المادي الهش، مشروع أمرسال الذي يراد منه توفير وسيلة نقل مناسبة ومخازن لحفظ البضاعة، مشروع للحجارة المصنعة حفر آبار في المناطق الرعوية خاصة بين تيشيت وتويجينة هرطان أنجي ولاتة وبين تيشيت والعيون وأوكار، توفير الخدمات الاتصال بين عاصمة المقاطعة وعاصمة الولاية من جهة وبينها وبين المقاطعة ولاتة من جهة أخرى. ويتطلع المواطنون إلى أن تساهم كل هذه المشاريع في توفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطن المحلي ورفاهية والراحة للزائر والسائح الأجنبي. فخامة الرئيس، إن سكان تيشيت يؤكدون لكم بأن تنفيذ كل هذه المطالب التنموية المحلية المتعلقة بشكل مباشر بحياة المواطنين تستدعي منكم النظر في زيادة الفترة الرئاسية والاستعداد لمأمورية ثالثة. وهذا لا ينقلوه ولا النجاح دينه من اللي نحن فقصة موريتاني ومن البلايدات اللي أصعب شي فيها، ونعرف عن ذا اللي يعدل فينا احنا هون اللي نعود مقبول بنفس القياس اللي معدل في موريتاني الأخرى، نعرف عن موريتاني فربت نات وماشي على طريق البناء. والمأمورية الثالثة، من إنجاز هذه المشاريع الخدمية الهامة والحيوية ما يجعل الأمر مطلباً للسكان تيشيت والموريتانيين عموماً لتعزيز الإنجازات التي تجسدت خلال الفترة السابقة، حيث شهدت القطاعات الخدمية تحسناً ملحوظاً في خدماتها الصحة والتعليم والزراعة والصيد والحالة المدنية الطرق وتكثيف المشاريع البنى التحتية في عموم البلاد. ونشيد بشكل خاص باستدباب الأمل
بعد التطور النوعي للقدرات قواتنا المسلحة وقوات أمننا في الحماية الحوز الترابية، وهو ما تلتمسه المنطقة بشكل خاص بعد إزالتها من القائمة المناطق الحمراء المحظورة على الأجانب، التي تمت أساساً بشكل لا يستند للمعطيات الواقعية، حيث تنعم منطقتنا وموريتانيا عموماً بجو من الأمن والأمان، ولله الحمد والنعمة. ولا أدل على ذلك من أننا نستضيف الآن في تيشيت المنسق المقيم والممثل المقيم للبرنامج الأمم المتحدة السيد ماريو سامجا، كما نستضيف سعادة السفير المملكة الإسبانية السيد خوسي أنتانيو سانتو، وتحضر كذلك بصفة رسمية بعثة رفيعة المستوى من الاتحاد الأوروبي هنا في تيشيت، كما يحضر عدد من النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية ترأسهم رئيس اللجنة الدفاع بالجمعية الوطنية الفرنسية. وفي الختام، لا يسعنا في مدينة تيشيت التاريخية إلا أن نعبر لكم فخامة الرئيس عن عميق امتناننا لهذه الزيارة الميمونة، التي أبانت بجلاء عن تطلعكم لتفقد أحوال السكان وزيارة المعالم المدينة، وفي مقدمتها مسجدها العتيق، وصعودكم إلى قرية أقريجيت الأثرية. حللتم أهلا ونزلتم أهلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد إطلاق فعاليات النسخة السابعة من مهرجان المدن القديمة، تجول رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز في جنبات المعارض المنظمة بالمناسبة، وتضم المعارض الكتب والمخطوطات والمعروضات التاريخية، بالإضافة إلى نماذج من الصناعة التقليدية بمختلف أنواعها ومنتوج التعاونيات الزراعية والواحاتية. الجولة التفقدية لرئيس الجمهورية بدأت بمعرض المنتجات التقليدية الذي احتضنته هذه الخيام، وحوى عددا من المنتوجات والمقتنيات والمصنوعات اليدوية. خلال هذه الزيارة التفقدية وقف سيادته على كم منوع من المقتنيات التي تعتمد في صناعتها على البيئة المحلية، فعاين مجموعة من منتجات النخيل الذي تشكل زراعته جانبا هاما من أنشطة السكان، إضافة إلى مواد زراعية أخرى كالحبوب. وتشارك في المعرض تعاونيات نسوية ومبادرات فردية وجماعية قدمت من مختلف مناطق البلاد، لا سيما من تيشيت وأخواتها وادان وشنقيط وولاتة. في جانب آخر يتعلق بالتراث المادي لهذه المدينة العريقة، وقف رئيس الجمهورية على جناح لعرض أسلحة وذخيرة تعود لحقبة المقاومة الوطنية، قبل أن يدلف إلى الجناح الخاص بممثليات وكالات السياحة والسفر جاءت إلى تيشيت لعرض خدماتها في هذا الموسم الذي يعتبر فرصة لإعادة الاعتبار إلى السياحة في بلادنا مع عودة أجواء الأمن والسكينة لهذه الربوع. الزيارة مكنت المهتمين من الحديث مباشرة لرئيس الجمهورية الذي أصغى بدوره إلى شروحهم وطلباتهم، مؤكدا مضي بلادنا في اتجاه التحسين من أوضاع السكان وتقريب الخدمات الأساسية من هذه المدن النائية. وإلى رفوف المكتبات تابع رئيس الجمهورية معرضا للمخطوطات والكتب النادرة يضم صفحات مشرقة من تاريخ البلاد الثقافي والديني، ويعكس المعرض في تنوع علومه غزارة التراث العلمي لهذه الربوع. وتشارك في معرض المخطوطات هذا المكتبات الأهلية والهيئات المهتمة بالتراث. وفي مدينة تيشيت دائما وعلى هامش النسخة السابعة من مهرجان المدن القديمة، تفقد رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز مستوصف تيشيت من الفئة باء في تصنيف وزارة الصحة، وتجول رئيس الجمهورية في أقسام هذا المركز واستمع من القائمين عليه إلى شروح حول دوره في توفير الخدمات الصحية المناسبة لسكان المدينة. ويتوفر مستوصف تيشيت على طاقم طبي يسهر على توفير الخدمات الطبية لساكنة المدينة. نتابع فيما يلي ورقة فنية حول مستوصف تيشيت. المركز الصحي بمقاطعة تيشيت منشأة صحية جديدة تم تشييدها على نفقة الدولة الموريتانية ضمن جهود تبذلها الدولة لتقريب وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين. يصنف هذا المرفق الصحي الهام ضمن الفئة باء، ويقدم خدمات متعددة للرواد من مدينة تيشيت والمناطق المجاورة.
هاي الناس اللي بعيدة اللي كانت تمشي من أقصى موريتانيا لين واكسور عاد تلاقي تداوي في تشيت، وهذا مهم إلى أقصى درجة، والطب مهم به اللي فيه الأجهزة وفيه الفحوص. الطب زين ولا قطرينا طب كيفه ولا قطشانا طب هون قاع نافع فعلا، ولا نمشي نداوى ونقيسوا واكسوط ونقيسوا تيجيك جوانا. هذه كنت متخمم قيس الواكسوط، سمعت جيت لهذا الراشد الله وقال له عد اللي تلفز. يضيف وجود هذا المرفق بمدينة تشيت خدمات متنوعة لم تكن موجودة بالمدينة، الأمر الذي يجنب الكثير عناء التنقل إلى مرافق صحية خارج المدينة. هذا مركز من مدينة باء، عنده فنترو 23 غرفة، وفيه غرفة للدانتيست، وفيه ماترنيتي، وفيه ليزرجانس، وفيه برسك كل الغرف اللي يالت معود في سانتر من فيتباء. ويتطلع ساكنة المدينة إلى أن يسهم هذا المركز في التحسين من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تفقد رئيس الجمهورية السيد محمد والعبد العزيز في مدينة تيشيت تعاونية استغلال السباخ أمرسال وتعاونية استغلال الحجارة المصنعة. وبهذه المناسبة أشرف رئيس الجمهورية على توزيع الدعم المادي المقدم من طرف البرنامج الوطني لتنمية المدن القديمة والمواقع الأثرية. خلال زيارته لموقع استغلال مادة الملح المشهور محليا بأمرسال، استقبل رئيس الجمهورية من طرف عمال التعاونيات الناشطة في هذا الحقل، حيث تساءل حول ماهية هذا المعدن وكمية الإنتاج التي يتحصل عليها العاملون فيه بشكل يومي. واستمع سيادته إلى شروح حول طريقة استغلال الملح بعد تنقيته من الشوائب ليكون في حالة تسمح بتسويقه. ويخصص إنتاج أمرسال من الملح للمنمين، حيث تعتمد عليه مواشي المنطقة بشكل كبير، ومن مقالع الملح إلى مقالع الحجارة التي توفر للسكان مواد البناء الأساسية، حيث اطلع سيادته على ظروف عمل هذه المقالع ومدى مساهمتها في امتصاص البطالة وتوفير مواد للعاملين بها. وتلقى سيادته شروحا حول الأدوات المستخدمة في استخلاص الحجارة بأنواعها المختلفة وكيف يتم تسويقها. وتعد مقالع الحجارة مظهرا من مظاهر اعتماد السكان في تيشيت على بيئتهم لخلق ظروف ملائمة للعيش الكريم. كما قام رئيس الجمهورية السيد محمد والعبد العزيز ظهر اليوم في تيشيت ضمن برنامج فعاليات النسخة السابعة من مهرجان المدن القديمة بإطلاق برنامج محاضرات المهرجان في نسخته الحالية. جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس الجمهورية للمسجد العتيق في مدينة تيشيت حيث أدى صلاة الجمعة. في إطار برنامج فعاليات النسخة السابعة من مهرجان المدن القديمة، قام رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز خلال زيارته لمدينة تيشيت بالإشراف على انطلاق برنامج محاضرات المهرجان في نسخته الحالية. جاء ذلك بعد أن أدى رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز صلاة الجمعة في جامع تيشيت. كما قام رئيس الجمهورية بزيارة للمحضرة النموذجية في هذه المقاطعة باعتبارها من أهم مؤسسات التعليم الأصلي على مستوى تيشيت. وحضر رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز رفقة السلطات الإدارية والأمنية في الولاية المحاضرة الأولى في هذه النسخة تحت عنوان الأمانة والطاعة. ألقى المحاضرة الأستاذ الفقيه مينو للشواف، وتطرق المحاضر إلى تعريف شامل بالأمانة والطاعة، مبرزا أهمية طاعة ولي الأمر منذ تأسيس الدولة الإسلامية حتى يومنا هذا، مستشهدا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. المحاضر استعرض كذلك في مداخلته الأحاديث النبوية وما ذكره العلماء من أقوال في مجال الأمانة، مؤكدا أن لها مكانة عظيمة في الإسلام كما جاء في القرآن الكريم. تفقد رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز في مدينة تيشيت على هامش مهرجان المدن القديمة المزرعة النموذجية لمقاطعة تيشيت. واستمع رئيس الجمهورية الذي كان مرفوقا بوزيرة الزراعة السيدة لمينة متر قطب والمم إلى شروح مفصلة حول هذه المزرعة. وأشرف رئيس الجمهورية بهذه المناسبة على توزيع ألواح الطاقة الشمسية
لفائدة المزارعين الذين يعتمدون على الآبار التقليدية لري مزارع النخيل. وتمثل هذه الواحة إحدى تدخلات برنامج المحافظة على الواحات في المدن القديمة المنفذ من قبل وزارة الزراعة عن طريق برنامج التنمية المستديمة للواحات. وتعد واحة مقاطعة تشيت إحدى ثلاث واحات نموذجية تمت إقامتها في كل من تشيت وقرية أغريجيت على مساحة إجمالية تقدر بخمسة عشر هكتاراً مزودة بمنظومة ري حديثة. نتابع فيما يلي ورقة فنية حول الموضوع. تتمثل استفادة مقاطعة تشيت من برنامج المحافظة على الواحات في المدن القديمة الذي ينفذه قطاع الزراعة عن طريق برنامج التنمية المستديمة للواحات تتمثل في إقامة ثلاث واحات نموذجية تتوزع على مدينة تشيت وقرية أقريجيت على مساحة إجمالية تقدر بخمسة عشر هكتارا وتزويدها بمنظومة ري متكاملة. وفي مسعى من قطاع الزراعة للحفاظ على النخيل القديم قام برنامج التنمية المستديمة للواحات بتجهيز الآبار التقليدية بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية، كما تم تجهيز ستة آبار ارتوازية. في إطار فعاليات مهرجان المدن القديمة قطاع زراعة عن طريق برنامج التنمية المستديمة للواحات وبعد تشخيص الوضعية الواحات في هذه المدن القديمة والتي تتميز أساساً بنقص المياه وتدهور عشوائية الغرس، تم تحديد هدفين أساسيين لتدخل برنامج التنمية المستديمة للواحات. الهدف الأول هو تجديد الواحات عن طريق غرس مبني على معايير فنية، وفي هذا الإطار تمت إقامة ثلاث واحات نموذجية، اثنتين في واحة تشيت وواحدة في واحة أقريجيت عن طريق إقامة مجموعة من البنى التحتية، منها تجهيز عدة آبار وإقامة شبكات ري حديثة وإقامة خزانات علوية للمياه. المسألة الثانية هي الحفاظ على الموجود عن طريق اللي يمثل تنوع بيولوجي نادر في المنطقة، وفي هذا الإطار تم تشخيص كافة الآبار اللي موجودة واللي يمكن تجهيزها بمضخات الطاقة الشمسية، وتم تقسيم 30 طاقة لصالح 100 مزارع. هذا التدخل في المجال الواحاتي مكن العديد من الأسر من الحصول على مواطن شغل بعد أن أصبحت تمتلك قطعا أرضية مستصلحة، أمر بعث في نفوسهم الأمل بتنمية واحات النخيل التي تعتبر مصدر عيشهم الأساسي. هذه المزرعة طبعا انعكاسات مهمة، وخاصة لأن الناس اللي ما كانت تملك النخل صبحت اليوم بنخلها، ما عطيه الماء خلي له أبو ولا هي شاريته، ووفر لها الماء ووفر لها طبعا التراب، وعلى ذلك الأساس مثمنين وانكاسات طبعا مرتاحة لطبقة الهش. ولا قطينا جبرنا رئيس يعدل لنا شي كيف هذا، احنا هذا شو من المساكين كنا هنا تياهي، واليوم بعد فضل مولانا ده هما عندنا المشاريع وعندنا صندجات فضل مولانا وعندنا مدى نسمع وقاع ما كنا نسمع. هذا اللي أدلونا زي وصالح وقار فينا، وصبحنا اليوم بنخلنا متمسكين وترابنا ينقال خل المواطنين. وبهذه التدخلات يتطلع سكان الواحات إلى تنمية أنشطة الزراعية تحت النخيل حتى تعود بالنفع على ساكنة هذه المقاطعة ذات الطابع الواحاتي. وضمن فعاليات النسخة السابعة من مهرجان المدن القديمة التي تحتضنها مدينة تشيت، أعطى رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز مساء اليوم إشارة انطلاق كأس رئيس الجمهورية للرماية التقليدية التي ينظمها الاتحاد الوطني للرماية التقليدية. وأعطى رئيس الجمهورية إشارة انطلاق بدء فعاليات هذه الكأس
التي يتنافس للفوز بها 23 فريقا منضوية تحت لواء الاتحادية الوطنية للرماية التقليدية. وبهذه المناسبة أشاد رئيس الاتحادية الوطنية للرماية التقليدية السيد خطري والجاب الدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية لهذه الرياضة العريقة. كما أعطى رئيس الجمهورية إشارة انطلاق سباق الجمال الذي يمثل إحدى الفقرات البارزة في مهرجان المدن القديمة. وبعيد سباق الجمال في المدن التاريخية أو يعيد إلى الأذهان مختلف الأدوار التي لعبتها قوافل الجمال في المدن القديمة، حيث ساهمت في تحقيق التواصل الثقافي بين هذه المدن منها وإليها وإلى البلدان المختلفة. نتحول الآن إلى مدينة تيشيت، حيث نقل المباشر لبعض الوقائع هناك ونافذتنا اليومية. كذلك إذاعة موريتانيا وبكم جمهورنا الكريم. أستدعي الآن الفنانة قارمي متابة والفرقة المرافقة لأداء النشيد الوطني. هذا الشعار مداد الأباة الهداة الكرام وحصن الكتاب الذي لا يضام. يا موريتانيا ربيع الوئام وركن السماحات دار السلام. سنحمي حماك ونحن فداك ونكسر باك بلون الأمل وعند نداك نلبي أجل. بدور سمائك لم تحجبي وشمس جبينك لم تغوي. نماك الأماجد من عربي لإفريقيا المنبع العالمي. سنحمي حماك ونحن فداك ونكسر باك بلون الأمل وعند نداك نلبي أجل. رضعنا لبان الندى والإباء سجايا حملنا جنا طيبا ومرعا خصيبا وإن أجلبا
سمونا مكانا لنا مرحبا، سنحمي حماك ونحن فداك ونكسر باك بلون الأمل وعند نداك نلبي أجل. سقينا عدوك صابا ومرا فما نال نزلا ولا مستقرا، نغاوره حيث جاس ومر قاتل إنا على العسر يسرا. سنحمي حماك ونحن فداك ونكسر باك بلون الأمل وعند نداك نلبي أجل. قفونا الرسول بلهج سما إلى سدرة المجد فوق السماء، حجزنا الثريا لنا سلما رسمنا هنالك حد الحمى. سنحمي حماك ونحن فداك ونكسر باك بلون الأمل. أخذناك عهدا حملناك وعدا ونهدي بسعدا لجيل أقل. سنحمي حماك ونحن فداك ونكسر باك بلون الأمل. سنحمي حماك ونحن فداك وعند نداك نلبي أجل. شكرا شكرا للفنانة قرمي متابعة على أداء النشيد الوطني وعند نداك نلبي أجل. شكرا أيضا للماسترو سيدنا وللعالم الذي وزع هذا النشيد بهذه الطريقة.